شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول استنهاض المسلمين، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن فصلين. الفصل الأول معنى الاستنهاض وضرورته، الفصل الثاني الاستنهاض من أجل العراق. أما الموضوع الأول وهو مفهوم الاستنهاض وضرورته، الحركة تتنوع إلى نوعين، ونحن نعتقد أو نتصور أن كلا النوعين من الحركة ضروري. النوع الأول من نوع الحركة هي الحركة التي عبر عنها العم الشهيد رحمة الله عليه بحركة الأعمال الفردية. هذا هو النوع الأول من نوع الحركة. والنوع الثاني من نوع الحركة هو الذي نطلق عليه بحركة الاستنهاض العام. نحن نعتقد أن حركة الأعمال الفردية
ضرورية جدا. ونعتقد أن كثيرا من الإنجازات التاريخية تحققت بحركة الأعمال الفردية. يمكن واحد يقول ما هي قيمة هذا العمل الفردي الذي أقوم به؟ شاب يقوم بعمل فردي، مؤلف يقبع في غرفة من بيته ويؤلف، ما هي قيمة هذا العمل؟ طالب يحقق وينقي ويفكر ويعلق ويحشي، ما هي قيمة هذا العمل؟ هذه الحالة التي نجدها مع الأسف في كثير منا. الروحيات محطمة، الإرادة ضعيفة. نحن نعتقد أن كثيرا من الإنجازات التاريخية تحققت بحركة الأعمال الفردية. الكافي الشريف، أهم كتاب حديثي عندنا هو الكافي. يعني من الأصول، الكافي حركة فردية. الكليني رحمة الله عليه كان يعيش قبل حوالي 1000 عام، أكثر من 1000 عام، قام بحركة فردية وعانى ما عانى وألف كتاب الكافي. الآن الكافي أهم حديث، أهم كتاب حديثي عندنا من كتب المصادر. حركة فردية. وأظن أنهم ذكروا أن الكليني رضوان الله عليه قضى 20 عام من عمره في تأليف الكافي. الغدير، هذه كلها تمثل حركات فردية أو شبه فردية. الغدير يمثل حركة فردية. العلامة الأميني رحمة الله عليه كان وفي بعض الأحيان كما نقل لي بعض العلماء ثمن إضافة ضيف ما كان عنده. واحد من أصدقائي إجا فما أضافه، بعدين قال لي ليش؟ قال ما كان عندي ثمن إضافتك. واحد يضيف يعني 1000 تومان مثلا ما كان عنده في ذيك الليلة أو في تلك الفترة. ولكن هذه الحركة الفردية أنتجت كتاب الغدير. كتاب العبقات الذي هو من الكتب المهمة، الوالد رحمة الله عليه كان ينقل أن مؤلف العبقات كان يطالع واقفا حتى يتعب، بعدين كان يقعد ويطالع حتى يتعب، بعدين كان ينام ويطالع حتى يتعب. إيده تتعب واحد في حالة النوم يطالع، بعدين كان معلق أشياء من السقف كان يعلق بها الكتاب، حبال، أشباح حبال بطريقة معينة، فيأخذ الكتاب هالشكل ويريح يديه ويطالع الكتاب وهو نائم. هذا كتاب العبقات. الحركة الفردية لصاحب العبقات أنتجت كتاب العبقات.
إذن الكافي معتمد على حركة فردية، العبقات معتمد على حركة فردية، الغدير معتمد على حركة فردية، المكاسب والرسائل للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه معتمد على حركة فردية. تشيع نقاط كثيرة من إيران، هذا بعد آخر، معتمد على حركة فردية. من قام بهذه الحركة؟ قضية العلامة الحلي والشاه خدابند، حركة فردية. شاب كان في ذاك الوقت، شاب في بداية عمره. فنحن نعتقد أن حركة الأعمال الفردية بهذا المعنى الذي ذكرناه مهمة جدا، وأن كل واحد منا، نحن الجالسين هنا، يمكن أن يقوم بحركة فردية وينتج إنتاجا تاريخيا. ولكن في عرض الحركة الفردية هنالك حركة أخرى لا تقل عنها أهمية، وربما تفوقها أهمية من بعض الجهات، وهذه الحركة هي حركة الاستنهاض العام. الاستنهاض العام معناه تحريك طاقات الأمة. هذه الأمة تملك طاقات لا أظن أنها توجد في أي أمة أخرى. الأمة الإسلامية الطاقات الكامنة فيها ما أظن أن توجد في أي أمة أخرى على وجه الكرة الأرضية. تحريك هذه الطاقات، هذه الطاقات الآن موجودة في مرحلة القوة. أنتوا تنقلون هذه الطاقات من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. هذه الحركة يقال لها حركة الاستنهاض العام. ما هي أهمية الاستنهاض؟ عملية الاستنهاض عملية مهمة جدا، لماذا؟ بالذات الآن دائما حركة الاستنهاض مهمة. الله تعالى يشير إلى هذه الحركة في بعض أبعادها، يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين، تحريض. هذه الحركة مهمة على مر التاريخ، وهي الآن في هذه الحقبة أكثر أهمية. لماذا؟ لأنه الفرد مهما كان عظيما، مهما كان عبقريا، مهما كانت طاقاته خارقة للعادة، ولكن بالنتيجة قدرة الفرد قدرة محدودة. حتى العباقرة قدرتهم قدرة محدودة.
ولكن القضية إذا تحولت إلى تيار، تحولت إلى جريان عام، تحولت إلى منهج، تحولت إلى نهضة عامة، هذه تكون تأثيراتها فوق ما نتصور. أمثل لكم بمثال متواضع، وهذا المثال المتواضع أنتوا كم كتاب تتمكنون تألفوا في حياتكم؟ تتمكنون تألفون ونؤلف 100 كتاب، يعني منتهى طاقة الفرد أن يؤلف 100 كتاب. إذا يكون متفوق يألف 200 كتاب، إذا يكون متفوق يألف 800 كتاب، إذا يكون متفوق كالعلامة الحلي رحمة الله عليه يألف 1000 كتاب. هذه طاقة الفرد، 1000 أقل شوية أكثر شوية. فإذن الشخص الذي يبدأ التأليف من أول حياته إلى آخر حياته كالعلامة الحلي، حتى فوق الدابة في طريقه إلى كربلاء أو إلى منطقة أخرى كان يألف العلامة الحلي، في كل الظروف كان يألف. بالنتيجة خلاصة حياته 1000 كتاب. خط العلامة الحلي يقال أنه ما كان مقروء، ما كان يقرأ، فقط ابن فخر المحققين كان يتمكن يقرأ كتابه. في كل الحالات كان يألف، حتى فوق الدار. أنتوا الآن في السيارة ما تتمكنون تألفون إلا بصعوبة، فكيف فوق الدواب في العهود القديمة والطرق القديمة كان يألف؟ ونقلت لكم على ما ببالي أن الممغاني رحمة الله عليه في حالة الأكل كان يألف، عائلته كانت تلقمه الطعام وهو مشغول بالتأليف. هذه طاقة الفرد، 1000 كتاب، شوية أقل شوية أكثر. ولكن إذا الواحد منا تبنى تحريض العلماء والمؤمنين على التأليف، هذه حركة الاستنهاض العام، أي واحد شفتوه حرضوه على التأليف، عالما خطيبا إماما للجماعة مثقفا حتى مؤمنا عاديا تحريض. وانتم في خلال حياتكم حرضتوا 10,000 واحد بشكل مباشر او بشكل غير مباشر على التأليف، لان هذه القضايا لها امتدادات، امتداداتها امتدادات تاريخية. أنتوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر حرضتوا 10,000 واحد خلال 80 عام من حياتكم على التأليف، وهو أمر ممكن. كل واحد من هؤلاء المعدل ألف 100 كتاب. كم كتاب النتيجة؟ كم كتاب؟ نتيجة حركة الاستنهاض العام 1,000,000 كتاب. انتو بحركة الأعمال الفردية ألفتوا 1000 كتاب،
ولكن بحركة الاستنهاض العام ألفت مليون كتاب، يعني ألف ضعف. هذا مثال بسيط للفارق بين حركة الأعمال الفردية التي هي ضرورية جدا وحركة الاستنهاض العام. مو مليون كتاب، 100,000 كتاب، 100 ضعف ما كان يفترض أن تؤلفوه لو الإنسان كان عبقري وكان نابغ. هذا مثال بسيط على الفرق بين حركة الأعمال الفردية وحركة الاستنهاض العام. والآن في هذه الحقبة الحاجة جدا ملحة إلى حركة الاستنهاض، لأن إحنا الآن مو مقابل أفراد، إحنا مو مقابل جماعات، وإنما في مقابل شبكات عالمية في جميع الأبعاد، تكتلات عالمية مهولة. إحنا ما نواجه فرد في جميع الأبعاد، في المجالات السياسية تكتلات عالمية الآن أكو. الآن الدول افتهموا وحدهم ما يتمكنون يعملون، الآن دا يتوجهون إلى تكتلات. هذه الوحدة اللي الآن تمت في الغرب قبل أعوام نتيجة هذا الفهم، الدولة تشوف وحدها ما تتمكن تشتغل، لازم تنظام 9 دول 10 دول أكثر أقل حتى تشكل كتلة سياسية. في المجال الاقتصادي الآن الاقتصاد العالمي يدور على الشركات متعددة الجنسيات، شركات عالمية، شركة يهودية واحدة وحولها كتاب. هذه الشركة بدأت من لا شيء، كل شيء ما كان عدل. الآن هذه الشركة عندها 60,000 عامل، هاي الشركة مو الآن يعني قبل 15 عام تقريبا، وتنفع الدولة اليهودية ب1,000,000,000 دولار سنويا، شركة واحدة. التكتلات السياسية الضخمة، التكتلات الاقتصادية الضخمة، التكتلات الثقافية الضخمة، التكتلات الاجتماعية الضخمة. فإحنا مو في قبال أفراد، حتى واحد إذا كون فد شيء صغير يتصور أنه صنع كل شيء. هذا باختصار حول الموضوع الأول، وهو مفهوم الاستنهاض وضرورته. الموضوع الثاني باختصار، الاستنهاض من أجل العراق. الحقيقة العراق الآن في منعطف تاريخي، المنعطف التاريخي يعني يمكن الآن هذا المنعطف يقرر مصير المؤمنين في العراق إلى 50 عام بعد أو إلى 100 عام بعد. هذا التحدي الكبير،
بحاجة إلى استنهاء في جميع الأبعاد، حركة الأعمال الفردية ضرورية، ولكن نحن بحاجة إلى الاستنهاض العام. الاستنهاض العام له أبعاد، نحن في هذه الليلة نذكر ثلاثة أبعاد. البعد الأول الاستنهاض الثقافي. الآن العراق بحاجة إلى الثقافة. الغرب مد الآن دا يفكر في الاجتياح الثقافي، اجتياح. احنا نظن ان الاجتياح الثقافي يمكن ان نظن فشي هي. الاجتياح الثقافي اوله فيلم، هاي البداية مثلا، وأوسطه إدمان، وآخره الموت بجرعة خاطئة. هذا هو الخط، هاي بداية الاجتياح الثقافي وهذا نهاية الاجتياح الثقافي. أنا الآن في بالي مجموعة من الشباب المتدينين، من عوائل متدينة، هذا كان بدايتهم وهذا كان نهايتهم. يعني أنت لا تملك السلطة على ولدك. الراديو، التلفزيون، القناة الفضائية، الجريدة، المجلة، الكتاب، كله هذا يوجه الأفراد نحو الثقافة الغربية، ثقافة الانحلال، ثقافة الميوعة، ثقافة الانحراف الأخلاقي، التشكيك في المرتكزات العقائدية. هاي خطة غربية. يكفيهم أن الشاب يكون بلا دين، هذا كافي. فالحقيقة هذه الحركة حركة خطيرة جدا. الغرب لأفغانستان كما نقل لي بعض المطلعين طبع 10 ملايين كتاب، 10 ملايين. احنا كم مليون كتاب طبعنا لأفغانستان؟ نقل لي بعض المطلعين حتى القرى اللي ما فيها كهرباء أعطوهم راديوات تعمل بطاقة معينة لا تحتاج إلى الكهرباء. هذا يبث الثقافة الغربية. مناهج التعليم، الآن الغرب دا يفكر في تغيير مناهج التعليم في العراق. الشاب عندما يبدأ من الابتدائية وينتهي إلى الجامعة هذا كله يتشرب الثقافة الغربية. الآن دا يعلم للعراق مو لأفغانستان، في إحدى البلاد قبل عام أو عامياً ضغطوا الغربيون على تغيير مناهج التعليم. من جملة ضغوطاتهم أنه كل آية فيها كلمة الجهاد احذفوها. يا أيها النبي جاهد الكفار، هاي الآية احذفوها. كلمة جهاد ويجاهدون وجاهدوا، هذه تحذف من كل المناهج التعليمية. صارت ضجة في ذلك البلد. الغرب الآن يفكر في اجتياح ثقافي عقائدي في كل الأبعاد للعراق. هذا ما يمثل لنا نحن المتدينين مسؤولية. كم كتاب كتبنا حول الحجاب؟ أنتم كم كتاب شايفين حول الحجاب؟ هذه الشابة الجامعية
في إيران نقل لي بعض الإخوة أكو 1,350,000 شاب جامعي. كم كتاب كتبنا لهؤلاء؟ 1,350,000 واحد كم كتاب كتبنا؟ بالعراق كم مليون واحد يدرس في المدارس من الابتدائية إلى الجامعة؟ كم كتاب كتبنا؟ نتمكن نفرض يعني الفتاة نتمكن نفرض عليها الحجاب إذا ما أعطيناها ثقافة الحجاب بالقوة؟ يمكن، لكن الفلاسفة يقومون القسر لا يدوم. وعدهم قاعدة ثانية، القسر لا يكون دائميا ولا أكثرية، فترة محددة ثم ينتهي. احنا في الواقع هذه مسؤولية ثقيلة، ونحن يجب أن نساهم في العمل الثقافي ونحرض الآخرين. تحريض أي واحد شفتوا حرضوا على التعليف، حرضوا على المنبر، حرضوا على أن يكون رادودا حسينيا. كل رادود حسيني هذا شمع. أي طفل شفته حرض؟ تحريض. التحريض خفيف الماء. كان واحد من الرواديد، هذا يعمل عمل جدا متواضع، ما أذكر ذلك العمل، طبعا كل عمل شريف في نظر الدين، لكن من الناحية الاجتماعية عمل جدا متواضع. هو نقل لي، قال فلان فد واحد مو رجل دين أيضا حرضني وشوقني على أن أكون رادودا. الآن هو هذا الرجل رادود عالمي، ويحضر في مجلسه في بعض الأحيان كما نقل لي حوالي 30,000 واحد. تحريض، تشويق خفيف الماء. الكل بحاجة إلى تشويق، الكل بحاجة إلى تحريض. ليش في الآية الكريمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ هذا من مفردات، لأن واحد بعد فترة قليلة يضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. أهم من الضعف البدني الضعف الروحي، واحد بسرعة. لذلك واحد دائما يجب أن يحرر ويجب أن يشوه. البعد الأول الاستنهاض الثقافي. كم فيلم عدنا ديني للعراق؟ الغربيين عدهم بالألوف. احنا كم واحد عندنا؟ الشاب بالليل شنو يشوف؟ نجابهه بمنطق لا فقط. النف في كم واحد يأثر؟ البعد الثاني الاستنهاض الإنساني. الآن العراق يحتاج إلى الخدمات الإنسانية. كثير من المناطق ماء ما عندهم، ماء ماكو، يشربون المياه الملوثة، طعام ما عندهم، الحاجات الأولية للحياة ما عندهم. أنا كثير من الشباب أشوفهم أسألهم متزوجين أو لا، يقولون ما نقدر. قبل كم يوم واحد من المشايخ الكبار كان يشكو، يقول ما أقدر أزوج أولادي، عندي 3 أولاد ما أتمكن أزوج. الآن العراق بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.
ونحن يجب أن نساهم في هذه القضية. إذا إحنا ما فعلنا، إحنا المتدينين، المسيحيين يملؤون هذا الفراغ، الكفار يملؤون هذا الفراغ، الشيوعيين يملؤون هذا الفراغ. أكو هنالك منظمة قبل أيام نشر هذا المطلع، منظمة من المنظمات الغربية المتطرفة ضد الإسلام، ولها تصريحات شديدة جدا ضد النبي صلى الله عليه وآله. هي هذه المنظمة قبل يومين ثلاثة أيام كان كاتب 800 واحد من أفراد هذه المنظمة في الطريق إلى العراق للتبشير. الظاهر خدمات إنسانية والواقع هو التبشير. هاي منظمة واحدة 800 واحد. كاد الفقر أن يكون كفرا. إذا إحنا المتدينين ما لبينا الحاجات الإنسانية، الآخرين ينفذون من هذا المنفى. هذا البعد الثاني، الاستنهاض الثقافي، الاستنهاض إنساني. الثالث، الاستنهاض المؤسساتي. العراق الآن بحاجة إلى عشرات الألوف من المؤسسات، من المساجد، من الحسينيات، من المدارس، من المكتبات. هذه المؤسسات مهمة جدا. احنا يجب علينا بشكل مباشر او بالتحريض ان نملأ هذه الفراغات. الوالد رحمة الله عليه كان ينقل، يقول أنه بعد صلاة والدي، يعني الجد رحمة الله عليه، قام رجل وقال نحن نريد أن نبني معهدا علميا لطلاب العلوم الدينية، أنا أريد من كل واحد منكم، أنتم المأمومين، 5 آجرات لبنات، كل واحد يعطي 5 طابوقات. الوالد كان يقول الطابوقة الواحدة في ذلك الوقت كانت بفلس واحد، يعني 5 فلوس. ما مضت إلا فترة بسيطة وإذا بذلك المعهد العلمي قد بني. هذا استنهاض لمعهد علمي واحد. إذا نريد أن نقوم باستنهاض لمئات الألوف من المعاهد العلمية والمساجد والحسينيات والمكتبات أيضاً بالاستنهاض والتشويق والتحرير. التحرير مؤثر، الكلام مؤثر. هذه القضية ما أنقلها وأختم بها الموضوع. أحد الشباب المؤمنين في ظروف حرجة مرت، ظروف صعبة جدا مرت، واحد ما أذكر خصوصيات القضية، واحد من الذين يتبوؤون موقع مهم
قال له أنت ليش ما تتخلى عن فلان؟ ليش ما تترك فلان؟ يعني الوالد رحمه الله. هذا الشاب المتدين قال لذلك الرجل اللي كان له موقع رفيع، قال له أنقل لك هذه القضية. أنا في بداية عمري، في بداية شبابي، كنت أحمل أفكار يسارية، هاي الموجة اليسارية اللي أخذت العالم العربي وأخذت العراق، على أثر غفلة بعض المتدينين اليساريين يأتون ثقافة، يطون ثقافة جاهزة معلمة، راديو عندهم، تلفزيون عندهم، مؤسسات إنسانية عندهم في ظاهرها. هذا الشاب الشيعي في منطقته يقول أنا انخرطت في التيار اليساري. الشاب إذا أنتوا ما حفظتوا هذا يروح، مو معقول. الشاب يريد أن يتحرك، يريد أن ينطلق، يريد أن يعمل. أنتم ما اعطيتوا له عمل، الشيوعيين يعطوا له عمل، هذا طبيعي. قال أنا من خرطت في التيار اليساري. في يوم من الأيام والدي أراد أن يذهب إلى الكويت، أنا رحت ويا والدي. والدي قال أكو هنالك عالم أريد نزوره، تجي وياي؟ قلت يقول فجئنا. السيد رحب بي ترحيبا شديدا. شاب يمكن عمره ذاك الوقت كان 15 سنة 16 سنة، واحتفى بي احتفاء شديدا، وتكلم معي نصف ساعة فقط بلغة لم أسمعها من قبل. أنا طلعت من تلك الجلسة، دخلت إليها وأنا أحمل الأفكار اليسارية، وطلعت منها وأنا أحمل راية الإسلام. وأنا من ذلك الوقت إلى هذا اليوم أحمل راية الإسلام بعد مضي 20 سنة تقريبا، هاي القضية بدايتها وهذا الحوار ببركة تلك الكلمات. فكيف تريد مني أن أتخلى عن فلان وأن أتركه؟ أنا كل عملي وكل حركتي وكل نشاطي مدين لتلك الكلمات. يعني في الواقع واحد خلال دقائق يمكن أن يغير مسيرة حياة إنسان، من إنسان عاطل إلى إنسان يحمل راية الدين ويحمل هم الدين. نحن إن شاء الله ينبغي أن نهتم بهذه القضية. هذه القضية ما أعلم نقلتها لكم أو لم أنقلها، قضية مختصرة نقل لي أحد المشايخ، قال أن الوالد رحمه الله جاء إلى مسجد والدي، يعني والده في كربلاء، فشاف المسجد خرب متداعي، فقال لي، وهذا الشيخ كان شاب في ذاك الوقت في بداية شبابه، ليش هذا المسجد خرب؟ قلت ما عندنا فلوس. فيقول الوالد طلع من جيبه 10 دنانير، قال هاي 10 دنانير مني، انت مساهمة في بناء هذا المسجد، انت طلع من الناس كل ما بقي فهو علي. الوالد كان هذا منهجه، يشوق الافراد
يعطيهم شيء متواضع، يقول اشتغلوا إن بقي شيء فهو على. يقول احنا مرحنا وجمعنا من الناس وبنينا المسجد من جديد أو عمرناه تعميرا كاملا ولم نحتاج إلى أن نراجع من جديد. المجتمع فيه طاقات هائلة. هذه تربية القرآن، هذه تربية النبي صلى الله عليه وآله، هذه تربية سيد الشهداء. هذه الطاقة الكبيرة يجب علينا أن نحاول أن نحولها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي